حياكم الله متابعينا الأحبة. احنا مقبلين على سنة 2024، ان شاء الله تكون يا رب سنة خير على كل العراقيين. لكن واحنا مقبلين على 2024 ونتحدث عن العاصمة بغداد، واكو مناطق اذا مطرت نص ساعة ما تقدر تفوت لها. احنا مقبلين على 2024 وفي العاصمة بغداد عشرات المناطق العشوائية اللي ساكنيها اكيد عراقيين ومن غير جنسية. وبنهاية هذه السنة وبداية 2024 والعديد من هذه المناطق قطرة مي ما توصلهم. اللي عنده يشتري المي بفلوس بدناكر توصل للبيت، واللي ما عنده يتقرض من جيرانه. واحنا مقبلين على 24 والعديد من هذه المناطق بلا شوارع بلا طرق رسمية دالة على وجود هذه المنطقة، بلا أبسط أنواع الخدمة المقدمة. يوم راح نتحدث عن المناطق العشوائية أو مدن الصفيح في العاصمة بغداد، وضيوفي أكيد هم مرشحين تحالف قوى الدولة الوطنية لمجلس محافظة بغداد، وأرحب بهم. بداية دكتور حميد الساعدي، حياك الله كل هلا بيك دكتور. أهلا وسهلا. كل هلا بيك دكتور. المرشح دكتور حميد عودة عبد الساعدي، تعالف قوى الدولة الوطنية، رقم القائمة 129 تسلسل 45. كل هلا بيك. وأيضا أرحب بالأستاذ هادي الفتلاوي. كل هلا بيك أستاذ أحمد. المرشح هادي صالح مرزوق الفتلاوي، تسلسل 65، رقم القائمة 129. كفو منك دكتور حميد. أكيد لك جولات ميدانية الديرة تطلع، عندك انطباع وتسجل ملاحظات عن هذه المناطق، شنو أبرز المشاهد اللي سجلتها حضرتك عن المناطق العشوائية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وقل أعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العلي العظيم. من خلال الجولات الميدانية التي قمنا بها للمناطق، الحقيقة احنا مناطقنا معظمها يعني مناطق عشوائية تقع في أطراف محافظة بغداد، وهي مناطق تشمل الدسيم، سبع قصور، حميدية، الأوسمة والأنواط. حقيقة فوجئنا، مو فوجئنا، إنما هناك الكثير من الإهمال المقحف بحق هذه المناطق. هذه المناطق تحتاج إلى الكثير من الخدمات، ويعني إذا نقول إنه نسبة الخدمات الموجودة في هذه المناطق صفر 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 أو تحت الصفر. تحت الصفر، لأنه أبسط متطلبات الحياة لا توجد في هذه، وكأنه مناطق بدائية، وكأنه مناطق بدائية عشوائية. أنا حقيقة كانت أكو هناك قرى وأرياف في الجنوب، أنا ابن الجنوب، يعني نعم. يمكن المستوى الموجود في تلك القرى أفضل من ما بكثير من هذه المناطق. هذه المناطق تحتاج إلى الكثير من الاهتمام بها، يعني من ناحية الخدمات معدمة. سولفت لي قصة قبل اللقاء دكتور، أنه في بعض المناطق فوجئت في هذه القصة من خلال زيارتي إلى منطقة الأوسمة والأنواط، سبع قصور. يعني ناهيك عن موضوع، يعني فوجئت في موضوع يعني كبير. يعني الخدمات منتهية، يعني ماء شرب، يعني الطحالب موجودة والفطريات. أنا بالمناسبة يعني خريج كلية الزراعة فأعرف هذا الموضوع. فوجئت بأنه ناشدوني أهل المنطقة أنه هناك يعني فقط التعليم يصل إلى مستوى الابتدائية. قلت لهم ليش يا أبا؟ قالوا أنه ما لا توجد متوسطة، المرحلة المتوسطة والثانوية في تلك المنطقة، فإحنا أطفالنا نبقيهم خلص ابتدائية ويقعد أولاد وبنات. هذه طامة كبرى حقيقة، يعني إحنا في السبعينات كنا في مناطق الأرياف لحد المرحلة المتوسطة، ما بعد المرحلة العفو لحد المرحلة الابتدائية لا توجد هناك. نحاول إن وين نلجأ إلى المناطق المدينة. أنا واحد من الناس اللي لجأت إلى بغداد بعد ما كملت سادس ابتدائي، لجأت إلى بغداد لكي أكمل دراستي المتوسطة. فإحنا في 2004 العالم وين وصلت؟ دا نشتغل، العالم تقدم علينا في كثير من الأمور. قوي يا دكتور، يعني استاذ هادي عندك تصور واضح يعرفه عنك، دائما انت اتصل عليك انا طالع بجوله، اتصل عليك عندي اجتماع، عندي لقاء. خليك، يعني
عندك تصور كامل عن هذه المناطق؟ اكيد اكيد، هي تقريبا المناطق اللي نقول شرق القناة، يعني مناطق محرومة صحيح. من الخدمات نهائيا، اي خدمات ما بيها. بس احنا خلينا نجري الاسباب اللي تسولف لي، من هذه الاسباب؟ الاسباب منها سوء التخطيط، ضعف الإدارة بالنسبة للحكومات السابقة اللي اجت. سوء التخطيط وضعف الإدارة. تمام، هذا الملف بالضبط. ثانيا اكو احد الاسباب الاخرى اللي هو التهجير القسري اللي صار، اللي هو بدايته صارت العشوائيات. هاي من ضمن اسبابها. نسبة الفقر اللي وصلت بالبلد تقريبا 31%، يعني نجي نسبة الفقر اللي او نقول نسبة العاطلين اللي بطالة. هي البطالة تقريبا 31% بالبلد، ما يقارب 1,700,000 شخص مسجلين. هاي كلها ادت، يعني هاي كلها اسباب ادت لمن. انا لو اسالك استاذ هادي الفتلاوي، اكثر منطقه محرومه من حيث الخدمات هي اي منطقه؟ والله واي مناطق، يعني مناطق تقريبا بنفس المستوى. هي تقريبا تساوى، عندك بالمنطقة الكمالية، العبيدي، المعامل، يعني المعامل يعني من الطب بيها. ايه يعني تقول شلون عايشة هاي العالم هنا. الله يكون بعونهم. الله يكون، والله يكون بعونهم هم، يعني والله مرات يعني العين تقطر دمع من تشوف هاي الوضعية مالتهم التعبانة. صحيح. احنا بالنسبة كمشروع بهذا الاتجاه، احنا عندنا عدة امور يعني ممكن انه نتبناها. تتبنوها؟ نتبناها. من ضمن هاي الامور خلينا نقول البناء دور مجمعات واطئة الكلفة. أه. وبيعها بالتقسيط المريح، خلينا نقول ممكن انه يكون علاج هذا الحل برايك الموجود. أيه. وبنفس الوقت يعني هاي العمليه لربما هي تطول، يعني مو صحيح. المفروض الشق الثاني انه نعتني يعني اقل مستلزمات الحياه من ماء، مجاري، كهرباء. هن هذني الثلاثه اساسيات الحياه، هي معدومه. تمام، معدومه وتحت الصفر. ابقى يا استاذ هادي، دكتور حميد، يعني حسب لاي وزاره، جهد لاي وزاره للامانه وباقي الوزارات، يقول لك أنا ما عندي مسؤولية، من ضمن مسؤولياتي أقدم الخدمة إلى هذه المنطقة إلا إذا كانت منطقة رسمية، شنو الحل؟ حقيقة هذا الموضوع يجب أن أسير، يعني أكو تخطيط عمراني لتلك المناطق بداية تخطيط عمراني لتلك. لا يمكن أن تقدم خدمات لهذه العشوائيات، لأنه أضرب لك مثل فرضا على سبيل المثال، انه من تريد تدخل بالشارع الشارع متعرج. يعني اي آلية تدخل في تلك الشارع، اي جهد خدمي يدخل في تلك الشارع، اي مجرى ينشق في تلك الشارع. فيجب هناك، يجب انه هناك اكو تخطيط عمراني لتلك قبل بناء العشوائيات. موضوع تمليك العشوائيات راح اعرج لك عليه، انه يعني اوعدت الناس بمطلع هذا العام، مطلع هذا العام، ولا يزال الموضوع حقيقة متلكئ، لأنه يجب على الحكومة أن تأخذ دورها، الدور الأكبر من هذا الدور. يعني أنا أقول يعني أمانة بغداد المحافظة اللي هاي الشغلات اللي تقدم خدمات، يجب أن تقوم بدور أكبر من هذا الدور، أكبر من هذا، ويجب أن يكون هناك ترابط بين يعني المؤسسات الخدمية لتلك المناطق، محافظة بغداد، أمانة بغداد، الوزارة، يجب أن تكون كل هذه الدوائر يعني تصرفية واحدة، وهناك ترابط بين تلك الدوائر. مهم جدا. يعني تفضل بي دكتور حميد. أستاذ هادي، بداية هذا العام 2023 أنه جمعة استثمارات من كل هذه المناطق الزراعية العشوائية لغرض تمليكها، اليوم شنو تقييمك للأداء الحكومي في هذا الملف، في ملف تمليك يعني الاراضي الزراعيه؟ يعني برايي الشخصي انه ما وفت الحكومه بهذا لليوم، بعد لحد هذا اليوم ما وفت، مجرد حبر على ورق لا اكثر ولا اقل. هذا هو خير الكلام ما قل ودل. بنج هذا بالضبط، خير الكلام ما قل ودل، انه اجا ونسوي فلان شيء اخذوا استماير، وشنو النتيجه؟ النتيجه اعطيك مثل بسيط. اي هسه معظم الموظفين، اكو موظفين مقدمين على قطع اراضي زين،
من 2010 و2012 اكثر من فئه صح؟ مو يعطي رقم وتاريخ ودير وجهك وروح، واحنا هسه بال 24 لحد الان كل شيء ماكو، كل شيء ماكو، الف رحمه على والديك ومنتظرين. اي منتظريها وكل شيء ماكو، اي تخصيص على ارض الواقع ماكو، مجرد تسويق. استاذ هذه شلون تستمر هذه العشوائيات؟ تستمر معاناه الناس؟ والله قلت لك انا يعني بالنسبه يعني اللي انا اشوفه وارتئي انه يكون الحل بشقين. شقين. الشق الاول انه هذول ناس عايشين على واقع الحال بالوقت أيه. الحاضر. زين. نعتني بهم، نوفر لهم اقل مستلزمات الحياه. يعني ما معقول احنا بسنه 2024 ومي بالتناكر. اي والله في وسط معقول. في وسط انا يعني بغداد الجديده منطقتي. اي. وسطها منطقه اسمها منطقه الامين الثاني. الامين الثاني. اي. خمس سنين صار لهم ما عندهم مي بالتناكر يودي لهم اياه. أنا قبل فترة اشتغلت على هذا الموضوع، سحبت لهم شمعة فقراء، خمس سنين تناكر. خمس سنين. واحنا بنص بغداد الجديدة هسه، لا تقول مثلا شرق القناة احنا ماشيين بيها ليجا، نص بغداد الجديدة. شمعة ياخذون منها ماي يعني؟ بالضبط، شمعة هو مشروع هذا هي. شمعة فقراء، سحبت ال 130 بيت تقريبا، سحبنا مي لهم وكذا الحال، بالمشتل هم صار هم نفس العملية أنا تمنيتها. سابقا ما كان من يمثلهم موجود، والان من يمثلهم على الاقل في مجلس النواب هم موجودين، يجون يتابعون يشوفون لو ما يكترثون. انا بس اريد اوجه رساله حقيقه. لمن هذه الرساله؟ رساله للمواطن. إيه؟ انه دور ابين به دور عمل مجالس المحافظات. ممتاز جدا. مجالس المحافظات يعني عطل منذ 10 سنوات، يعني عطل عمله حقيقة، ترك فجوة فراغ لأنه هو كان يعمل مجالس المحافظات قبل سنتين أو ثلاثة، ليش عطل؟ لا 2019 موجود، هاي الفترة ترك فراغ بي. أي. يعني الفراغ، مجالس المحافظات عبارة عن مؤسسة خدمية. صحيح، خدمية للشارع مو تشريعية، ما يشرع قوانين، ما قاعد في مكانه ويشرع القانون. عضو مجلس محافظة يزور المناطق اللي تشوفها يعني متضررة. زين. يعني هاي العملية بما أنه يجب أن يفعل، يعني أنا أناشد المواطنين أنه يفعلون دور المحافظات ويذهبون إلى صناديق الاقتراع ليجدون من يمثلهم تمثيل حقيقي في تلك اللي المحافظة. سابقا دكتور مثلهم تمثيل حقيقي؟ يعني بنسبه، لا بنسبه قليله انا اشوفها اليوم. تشوف اكو من يمثل؟ انا اشوف اكو هناك تعطش من قبل المرشحين، جميع المرشحين من جميع الكتل السياسيه اللي راح تشارك، انه تخدم هذه الفئه. بنفس الوقت اكو دور لبعض المسؤولين وحضرتك بتماس بالنسبه، يعني اشيد حقيقه يعني هذا انا من خلال جولاتي الميدانيه اشيد بدور النائب علي جاسم الحميداوي رئيس لجنه الخدمات، رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب، اللي هو ينزل الى مستوى الشارع فيطلع معانا في هذه الجولات، ويعني يتابع ويشوف وحل الكثير من المشاكل. حل استطعني حل الكثير من المشاكل، وصارت لقاءات مع المواطنين من خلاله. تمام. استاذ هادي، يعني كثير سألنا سؤال للدكتور ساعدي، يعني شنو مهام عضو مجلس المحافظه؟ مفترض ان نفهم بالبدايه. يعني اكيد انا بس اعرج على كلام الدكتور. وظائف مجالس المحافظات تشريعي رقابي. صحيح، تشريعي رقابي، بما تشريع بما يخص المحافظه، بالضبط المحافظه، ورقابي أي. بنفس الوقت اي، فانت تخيل انه هو رقابي على المشاريع وغيرها، مستوى الخدمات، اكيد كلها راح يكون هو رقابي عليها. فالدور اساسي له بهاي المواضيع، دور اساسي من راح يشوف فرد نقطه معينه يقدر يتخذ بها قرار، يقدر يعني صاحب قرار، صاحب قرار. تمام. متابعينا الاحبة، الان اشكرك جزيل الشكر دكتور ساعد، ممنون جدا يعني وفرت الكثير من وقتك رغم انشغالاتك، ممنون وموفق، الله يحفظك. متابعينا الاحبة، راح ناخذ فاصل ونستعرض هذه الرساله طبع المواطنين عن هذه المناطق العشوائيه ومستوى الخدمات المقدم في هذه المناطق. وايه ان من تبدي حتى محمود يشر منطقتهم واحده من المناطق اللي المعدومه، بين سوالف حي النصر، الفضيليه، كماليه، الحميديه، الدسيم، سبع قصور، بعدك واحد يضيف قضاء المعامل. اول قضاء بكل الكوكب اللي يبين نفايات اكثر من البشر. تابع هذه الرساله ونعوده. احب انوه
على التطور اللي دا يحصل بالبلاد والعمران، لكن نعاني من المناطق العشوائية، أي تطور ما حدث لنا مع اللي عشناه، انه جت علينا الدوائر البلدية وزعت بطايق وزعت استماير على تمليك المناطق العشوائية والزراعية، لكن أي تطور وأي نتيجة ماكو، لا سيما نعاني عدم تبليط الشوارع. رغم بعض الخيرين مروا علينا وأملونا إن شاء الله خير، لكن أبسط الأشياء شوارعنا بيباننا ما مبلطة. نعاني من هواي أشياء، شبابنا البطالة اللي صايرة عند الشباب، خريجين أولادنا وقاعدين ماكو أي أشغال، وهاي معاناتنا إحنا بهاي الظروف الصعبة. بسبب أزمة السكن بغداد انترست مناطق عشوائية، لأن تعرف السكن عرض وطلب، فإذا ماكو سكن الناس وين تتجه؟ تتجه لأي مكان فارغ حتى لو كان يعني متروك ما به خدمات، مجرد يريد يعيش حتى يتخلص من الإيجار، لأن تعرف المردود المادي إلى راح يكون كلش قليل، فراح مجرد المادة اللي تجي مجرد يريد يعيش بها، فراح يعيش بأي مكان. هاي المكانات اللي هو راح يعيش بها ما بها أي خدمات، لا مي لا مجاري. طبعا هاي المكانات راح تكون مو رسمية، تفتقر الأبسط مقومات الحياة، مي ما بها، المنطقة اللي ما بها مي الإنسان شلون يعيش بها، البلدية شلون تخدمهم، لازم البلدية شوية تتحرك حتى تخدمهم، تقدم لهم خدمة مي مجاري، الكهرباء لازمهم تخدمهم تقدم لهم كهرباء، اللي هي أبسط شيء حتى الناس تعيش. حياكم الله مرة أخرى متابعينا الأحبة. الآن ضم معنا مرشح تحالف قوى الدولة الوطنية مجلس محافظ بغداد أستاذ فريد تميم، حياك الله. حيا الله أصلك الطيب، أهلا ومرحبا. حديثنا عن العشوائيات، وأنت ساكن بقربك العشوائيات. أي نعم صح. الحسينية ما تختلف هواي، سولفنا قبل شوية علقنا عن قضاء الزوراء اللي هي المعامل. نعم. سولف لي وضعكم. والله الحقيقة موضوع العشوائيات موضوع شائك ومتعب جدا، يعني خاصة لشريحة ناسنا الفقراء اللي محتاجين، اللي اضطروا بهالظروف تحت ظل هاي الظروف التعبانة انه يجيب لتشينكوات ويسوي له مكان ويسكن اولاده به. صحيح. يفترض يعني هاي الناس نقاتل عليها في سبيل نسكنها ونرجع لها اعتبارها وكرامتها. فعلا. لأنه إذا ما نهتم هاي الجوانب الخدمية، مجلس محافظة بغداد من أولوياتنا عندنا. يعني مثلا التعليم أكو أشياء مهمة وأكو أشياء أهم. صحيح. مثلا اليوم وش يحتاج الإنسان العراقي بالدرجة الأساس؟ نحتاج التعليم، تربية والتعليم، هذا الجانب يفترض أنه يكون من الأولويات. بعد الجانب المعاشي للناس، لأنه الناس محتاجة تأكل. صحيح. تمام لو لا، فلازم يتوفر لها عمل. في بداية الحلقة اسمح لي أستاذ فريد، أستاذ هادي الفتلاوي طرق له موضوع، قال من الضروري جدا حتى ننصف ناسنا اللي ساكنة بهذه المناطق أن ننشئ مجمعات سكنية واطئة الكلفة. هاي مو مكلفة على الدولة. أبدا ما مكلفة. تتفق مع مقترح طبعا أستاذ؟ شلون ما أتفق ويا أنا، من عندنا صولات وجولات بهذا الأمر مو اليوم. أي. من قبل 15 سنة تقريبا، وعندنا كان أكو فد برنامج لتيار الحكمة أطلقها. أيه. سماحة السيد اللي هو مجالس الخدمة. صحيح. اجونا عام 2018 أتذكر 2/8 يوم جمعة 2018، وكنت حاضر أنا وعمامي وناسنا من أهالي المنطقة. قدمت شيء في هذا البرنامج؟ كان السيد البخاتي موجود، عضو مجلس، عضو بالبرلمان، وأبو ما أتذكر الاسم، عضو مجلس محافظة ومن الشباب وكذا. من ضمن المطالبات كانت هي موضوع العشوائيات. صحيح. هاي الناس يفترض، قلت لك، ترجع لها كرامتها، وعندنا حلول، اكو حلول، والحلول مو مستحيلة، لا، من الممكن جدا. ارض العراق مفتوحة وخير. اي والله. ممكن انا اسوي لي لكل ساكن بقطعة من العشوائيات انطيه سند 100 متر ارض، وادعمه بمن؟ ادعمه بموضوع البناء. البناء ماديا ادعمه، انطيه هسه راح يسدد قروض، راح يسدد. أي. شيئا فشيئا، هذا واحد. أيه. حتى يعتمد على نفسه، لانه خاف المشاريع. اثنين شنو الشيء حتى الثاني، يجب الضغط على الحكومه انه تنظر لهم بالعطف الابوي، بحيث انه هي تشوف لها اماكن
تمام. ممتازة بها كرامتها، بها مي كهرباء أسس لها. أعود لك أستاذ فريد، أعود لك أستاذ فريد، تحدثنا عن المعامل اللي ما تختلف عن حي النصر، ما تختلف عن مواية، عن الحميدية وهذه المناطق العشوائية، وتصلك الكثير من المناشدات من هذه المعامل مثل ما توصلني. سولف لي. صح، أكيد أكو يعني هالمعامل وصلوني أمانة. أيوة. قالوا إنه تكون المناشدة أكو مكب للنفايات بالسياحي. بالسياحي هذا دائما يعني وقت الليل يبدون يحرقون هذا، فالمنطقة خطية يعني، حتى طفح جلدي بدأ يطلع بجسمهم. هسه بغض النظر عن المشاكل التنفسية، لكنه متأذين من هذه الحالة بشكل كلش كبير. فأمانة الله أنه قلت لهم لا، طلعت يوم من الأيام على أحد الفضائيات أنه أوصل هاي المناشدة وخلي تسمع. أنت اليوم توصلها بكل أمانة. إن شاء الله إن شاء الله. يعني أنت شايف المعامل. أكيد. مثل ما تروح للنهروان. جولات مستمرة بها عن المعامل. بس أريد أوصل شغلة واحدة. أستاذ أحمد، يعني بكل المعايير والمقاييس محرم أنه تكون عشوائيات بالعراق. الله. على وفرة الخير اللي موجودة. الله أي والله. يعني ننهضم هضيمة أنه تكون عشوائيات وهم عراقيين. يقول بكل المقاييس حرام تكون عشوائيات. أيوة ببغداد. بكل المقاييس. أحسنت. حرام تكون عشوائيات. أيوة والله حرام تكون عشوائيات على الثروات اللي موجودة. أحسنت. بالبلد. على الثروات اللي، على الخيرات اللي عندنا الموجودة. حرام تكون عشوائيات. حرام تكون عشوائيات. حل موضوع العشوائيات صعب على الدولة؟ لا مو صعب، لكنه هسه اللي جاي لحظة أنه أكو مناطق محرومة من الخدمات. واكو مناطق متخمة بالخدمات. ومع ذلك من صارت هسه حملة الإعمار، لو نجي نباوع المناطق المتخمة بالإعمار أضافوا لها خدمات، فلشوها وأضافة، والمحرومة من الخدمات بقت محرومة، بقت على وضعيتها، ماكو توازن بالخدمات. يعني ماكو توزيع عادل للخدمات. بالضبط، هو هذا اللي نحكي احنا عليه، انه المفروض يكون توازن بالخدمات. هاي خدمات موجودة وبشكل عالي. أيه؟ وهاي خدمات ماكو. شنو اللي يمنع انه انا بهاي خليها تساوي؟ هذول عراقيين وذولا مو عراقيين. لا والله عراقيين كلهم. عراقيين وهم اللي لزموا البلد، اللي هم طردوا الدواعش، اللي هم قايمين المناطق المضحيه. هم المضحين بالضبط. صحيح. اكو هسه مجمعات سكنيه جاي تنبني. أيه؟ لكن الاسعار ديش الاسعار. صحيح. الفقير ما يقدر يحصل عليها. يا فقير مدير عام ما يقدر يشتري. ما يقدر يحصل عليها. زين انا ليش اذب هاي الاموال؟ الحلوة. أيه. وإحنا عايفين هاي ناسنا وأهلنا بهذا الوضع التعبان، لكن إنها إن شاء الله، أنا أحكي عن نفسي شخصيا أنه عندي إرادة كاملة هذا الموضوع. لو أعرف أنه 48 عضو. أي. ما وقفوا بهذا الموضوع. عندي جيوش مجيشة أطلعها والله قدام المحافظة من الجمهور توقف ونطلعها. إذا ما قدرت تشتغل مجلس محافظة تعتصم. أي أعتصم. دكتور وانا يدي علي لك، لان نفس الشعار انا حامله. استاذ العفو استاذ فريد. نعم. بهنا ملاحظه جدا. نعم. مهمه. نعم. استاذ هذا الفتلاوي يقول ضروره ان تكون هناك توزيع عادل للخدمات في كل مناطق بغداد. هو الان برايك اكو توزيع عادل؟ مستحيل ماكو. وين التوزيع العادل؟ اخي الكريم استاذ احمد الله يخليك، احنا عايشين بوسط شعبي. ايه. ناس شعبيين وعايشين بوسط شعبي، عنده معاناه. هسه انا اذا احكي على صوره الحسينيه وبغداد بها هواي. أيه. خاصه اطراف مناطق الاطراف، بعد عندنا الرصافه هي اصلا هي بها ظلم هوايه وبها. صحيح. بها قصور هوايه تختلف عن الكرخ. الله يوفق الجميع. صح. لكن انا اليوم احكي فقط على سبيل الافتراض عن الحسينيه. أيه. الحسينيه الان تعيش مأساة حقيقية. مأساة. لقلة الخدمات ولسوء الخدمات. هاي مو العشوائيات، انا احكي على منطقتي. ايه؟ كمنطقة بيوسف رسمية. الرسمية هي اصلا جاي تعاني، لا ميها مثل مي الناس، مخابط يجينا، ولا كهرباتنا مثل كهرباء، ولا التعليم اللي عندنا صحيح. اضطرينا اولادنا يعني قاموا يضطرون. وتمطر ساعة بالحسينية تفيض. هذا ناهيك عن، احكي لك عن الناس اللي ساكنة بالعشوائيات. اذا مطرت الدنيا، اذا هاي ينعزلون عن العالم، مصيبه حلت فيهم. عندك معلومه انه اولادهم حتى مدارس قامت متروح في سبيل يطلع يبيع له بطل مي حتى يوكل اهله. عندنا مأساة حقيقيه، ايش قد ما نريد نحكي قليل بحق هاي الناس. صح. فهذا اليوم هو مشروعنا باذن الله، صار عندنا فوز وما صار عندنا فوز. رقمي، فوز رقمي ان شاء الله. احنا عندنا فوز لوجه الله الكريم. حلو. ماشيين بهذا الخط. حلو. اما الفوز الرقمي اذا صار عندنا، ثق بالله العلي العظيم، واحدة من الأهداف حتى أعرف مو بساي إذا وصلت مرحلة أنه أستقيل، إذا ما قدرت أقدم لهم أطلع.
لانه لو نكون او لا نكون احنا اليوم من الناس تنتخب وتخلي ثقتها بهذا المرشح انطته صلاحيات فوضت امرها هنا واجب الشرعي صحيح. والاخلاقي والانساني والوطني كلهم يحتما علي انه لازم صوتهم يوصل بامان لازم صوتهم يوصل ولازم يصير شغل مو بس لازم فاحنا اليوم جايين لاجل هدف خدمه حقيقيه الناس انت راح تتذكر هذا كلامك وانت واقف وياي هنا لما تكون بمجلس محافظه اكيد طبعا طبعا هذا بث وموجود ويسجل يسجل علي نعم اذا كل كلمه انت محاسب نعم عليها نعم امام الله قبل امام الله الناس. احنا ناس اللي تنطيك اصواتها ناس اللي تمنحك الثقه امنت فينا وما ممكن انه يتغير هذا الحال قلت لك انا هذا في قرارات نفسي والناس كلها تعرف هذا الشيء بنفس الوقت استاذ هادي سلام حضرتك متابع 24 ساعه بالشارع وتشتغل واللي تقدر عليه ما عندك موقع مسؤوليه لا ما عندي ما بس من خلال العلاقات الخاصه والقتال بنفس الوقت اطلع أيه. الخدمه اجيبها وعلاقتك أيه. مع الشيوخ شيخ فلان مسؤول صح فلان صح ده تتحرك حضرتك صح زين انت لو كنت في موقع مسؤوليه أيه. هل اسالك لو كنت محافظ بغداد شنو تشتغل والله لو كنت محافظ بغداد يعني بالوقت الحاضر اكرس الاولويات مالتي على المشاريع المتلكئه المشاريع المتلكئة المتلكئة ما اضيف جديد لا نكملها متى هاي واصل 60% و70% أيه. خلينا نكملها وعود بعدين بذاك الوقت نشوف شنو نواقص بغداد ايش قد عندنا مشاريع متلكيه واي كثير جمله يعني جمله من يعني بال يعني اقل عدد من المدارس اللي مريوده منا باطراف بغداد أيه. تقريبا 80 مدرسه فقط باطراف بغداد فقط باطراف بغداد 80 مدرسه اكثر من 80 مدرسه مشاريع تعبيد الطرق المي مستشفيات المجال. مستشفيات مستشفى الرشاد أيه. الفضيليه الحسينيه عدد كبير من المستشفيات موجود واصل نسب الانجاز ومتروك احنا نكمل الموجود أيه. فنقول على ارض الواقع تقدر انت تكمل الموجود اذا هي العقود ابرمت وراحت الاموال بعضها وانا قلت لك اني جاي باراده كامله اي اني يعني آل فتلة معروفة بتاريخها كفوي والله عبد الواحد آل سكر معروف قائد ثورة العشرين رحمة الله على روحه ف من هذا المنطلق يعني احنا دم واحد يسري بينا والوطنية اللي موجودة احنا ما نقول الوطنية موجودة عند كل العراقيين ان شاء الله ايه. لكن دور آل فتلة ودور عبد الواحد آل سكر كان دور معين تريد تجسده بمجلس محافظة اكيد اجسده اكيد يعني انا مصمم على هاي الشغلة انه اذا ما قدرنا نسوي شيء الجمهور مالتي موجود آلاف مؤلفة والله يشهد علي على هذا الحد بنصف دقيقة ايش تريد تقول لجمهورك اللي منحك الثقة حتى تفوز عضوية مجلس محافظة والله أقول لهم بإذن الله أنا خادمكم وأشرف في خدمتكم وبإذن الله الكلام اللي ينحكى يطبق على أرض الواقع لأنه اليوم احنا محتاجين ناس فعلا تشتغل ملينا من التنظير اليوم 23 سنة العراق تأخر آلاف السنين على اللي كان بيه فهذا عهد مني لأخوتي وناسي وعلى رأسي سواء صار موضوعنا فزنا أو ما فزنا بإذن الله احنا خدمة نبقى لهم أنا أشوف فريقك يعني زرتك البارحة واليوم اللي موجودين فريقك عشرات الشباب أكيد عندك رسالة للشباب أكيد الشباب قول خلينا نختم الشباب يعني هم جوهرة المستقبل خلينا نقول ولا بد أنه نعتني وقود بيها التقدم الشباب أكيد فعدي عدة مشاريع لهم الشباب من ضمنها انه هاي احنا نحكي على ارض واقع زين ما عندنا عصا سحريه هو هذا نقدر نشتغل عليها هو هذا نشتغل على ارض الواقع معظم شبابنا هسه خلينا نعوف التعيينات والتوظيف الحكومي خلينا نعتني بالقطاع الخاص مالنا مهم جدا عندنا محلات معظم الشباب عندهم محلات صغيره مشاريع صغيره ممكن ندعمهم بالقروض ممتاز نقاتل من اجل القروض شكرا شكرا جزيلا استاذ شكرا لك ممنونين شكرا شكرا استاذ هادي الفتاوي شكر موصول لكم متابعينا الاحباء انتهى وقت الحلقه لكن تبقى معاناتنا وتبقى هذه المناطق بلا خدمه معول ونعول كثيرا على هذه الوجوه لما تكون في موقع مسؤوليه ان تحمل الامانه الحقيقيه وتمثل اهلها وناسها خير تمثيل في مجلس محافظه في امان الله وحفظه.